حلال والله العظيم من امي متضايقه حيل ما اخذت الموضوع يا بنت حلال والله العظيم ما في شيء عين خير ان شاء الله مو صاير لك الخير يا ولدي انا بس غاثا هالي بدها الله يستر عليه عاد ما الله لا يستر عليه الله يفضحه وانا من اليوم وانا ادعي عليه يوم يبلع عيال الناس ليه على شيء مو صحيح والله ادرى الله ادرى بخلقه ما اقول الله سلط عليه الله يبلاه وبلبل ولا ما يقومنا اذا هو يبتلي هالناس بدون سبب انت بس الله يجزاك خير بس عيني خير انت عاد ما قلبسها السكر والضغط لا لا انا قاهر محتي والله يقهره الله يقهره